البنات نبغيكم الحوجات اللي شريت على ود الولادة. كاين بيجامات و بينوار نتوما تتشوفو كل حاجة غادي نوريها لكم بعدا. هادي توب ديال الرطب تكون باردين هاد الطوال فيهم صيفات هنا لود الرضعة خديت هادي باردة وخفيفة ورطبة تاهي فيها هنا باش تسهل ليا على حساب إلا بغيت رضعي تجي سلوة ديالها تا هي فيها صطيفات هنا تا هي سلوة ديالها هادي التوب ديالها زوين رطب وبارد هادي مريحة السروال ديالها وكاين الفوق ديالها نجي بحالك يدي هادو فيتمون خديت هادو اللي غادي نحتاج في لاكلينيك هادو قطنيين قطنيين وبادي ديت فيهم جوج خديت بينوار هاكا طوال لي سوتيان ديال الرضاعة درت فيهم جوج والتوب ماشي بحال بحال ولكن نورمالمون كلهم تيديرو نفس الخدمة هاد لي كوبيت على ود و تستعمل عادي في تستعمل عادي حلق تتحيدي لي هادي تتحيدي لي هادي باش تلصق هنا تجي بحال هاكا من الداخل هنا تسمي داك الحليب لي تي تيخرج هادو بالنسبه للبنات اللي مازال ما جربوا الرضاعه يقدروا يبانوا لهم هادو بانهم غير شي حاجه زايد ناقص هما راه مهمين حيت ملي تكون تطبطي تسالي يعني الحليب تيبدا يعمر لك في حوايج تقدري حوايج كلهم يقدروا يسربوا بالحليب دونك هادو راه تنفعوا تنفعوا بزاف موجودين كاينين في لي كونفاس
هادو بغيتكم جوج باكيات، هادو فواكه صحيه خاصه ضروري انتم تستعمل هذا. هذا ثانتي ما تيكونش انت تستعمل، ما تستعملش فون دو طون سيرتو الا درتي هذا بيبي كريم، حيت ما يمكنش ليا ندير، ما يمكنش ليا ندير لي برودوي كاع داك الروتين اللي كتكون في الجروب ودوك لي كريم ودوك سميتهم ديال لي طاش وزين نقيو الوجه وزين تستعملو في الروتين اليومي، هذا ما خصهمش تستعملو في هاد الفترة. دونك تندير هذا خاص، هذا خاص ديال الدراري الصغار، بغيتي ندير الوجه حيت ما يمكنش ليا نغسل بشي صابون اخر ما تنعرفش اشنو المكونات ديالو، دونك تندير هذا. من بعد تندير هذا بيبي كريم بوليكرون كافيني، قالوا لي البنات ندير لهم الروتين ديال العنايه بالبشره للمراه الحامل، ان شاء الله غادي ندير عليها فيديو. بالنسبه لهادي هذا كريم ديال فايت لي تاهو لحتو في الجروب ديال الصدر، هذا ديال الصدر على وجه التشققات، ضروري 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 ندهنو الصدر وندهنو القرش. بالنسبه للصدر تندهنوه باش ما يتشققش، باش ملي تنجيو نرضعو ما يجيناش الرضاعه صعيبه وتشقق لنا الصدر ويوصل لدرجه تيخرج فيه الدم وتقياح وما نقدروش نرضعو، وتنولو تنحيدو تنضطر نصلو اننا تنحيدو الحليب للبيبي، ما تنرضعوش رضاعه طبيعيه، كنوليو تنرجعو للبيبغون تنرضعو للبيبغون باش نيفيتيو هاد المشكل هاد. ديرو دهنو غير بالزيت البلديه وتخلطوها مع شويه زيت الخزامه او غير زيت ارغان ديال التجميل، المهم المنطقه خاصها ديما تزهر، راه غادي يبان لك راه من تقريبا الشهر الرابع والخامس يبدا يبان لك الصدر ديالك الحنانه ديالو تتنشف وتبدا تتشقق، اون فوا تبداي تدهني غادي تبان لك تترطاب وتبدلات بحال ما كانتش مشققه. تدهني فيه غير شويه، تاخذي فيه غير شويه وتدهني ديريه، الا كانوا رجليك تيتنفخوا يا تيتنفخوا لك رجليك ولا هذا مزيان ديريه بالليل، دير به مساج لرجليك. وممكن الا ما بغيتيش هاد لي كريم هكا ممكن ديري مساج بالزيت بحال الزيت البلديه، دفيها شي شويه بحال زيت ارغان ديال التجميل بحال، يعني ليسونسيل هو انك ديري الدهني وديري المساج. هما المشتريات اللي خديت ليا انا هاد اليومات، حتى نشوف شنو غادي ناخذ لوبيتال، نشوف اشنو غادي نوجد في لاباليز ونعاود ندير لكم فيديو ان شاء الله.